السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسرار المطبخ المصري. أول حاجة وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي بدري ما صورتش معاكم فيديوهات ولا نزلت فيديوهات، سامحوني معلش اتأخرت عليكم عشان بس كان عندي دور برد شديد شوية، فأنتوا عارفين الجو عامل زي التلج وحاجة كده، ربنا يعافينا منه ويطلعنا على خير من الجو اللي احنا فيه ده، فسامحوني وإن شاء الله هنرجع نصور مع بعض كتير وهنعمل فيديوهات أحلى وأحلى إن شاء الله. النهاردة بقى هنعمل حاجة بقى قلت طالما راجعة يبقى لازم التقيل ينزل، هنعمل فطير مشلتت، حاجة كده تحفة، طريقة عمرك ما هتتعبي منها، طول ما انتي بتعملي الطريقة دي هتستمتعي جدا بالفطير. خليكي بس معايا الآخر ده عشان تعرفي اتعمل ازاي الفطير الجامد جدا ده. بصوا هو بيتكلم عن نفسه، بصوا الفطيرة عاملة ازاي، بصوا التوريقة، انا مش محتاجة افتح اصلا، يعني بصي بصي التوريقة بتاعتها عاملة ازاي وكل الورق بتاعها من جوه كده، افتح لكم واحدة، بسم الله، بصوا بصوا التوريقة بتاعت الفطيرة عاملة ازاي، بصوا والله العظيم ولا فردت ولا عملت اي حاجة خالص، هوريكي ازاي تعمليه بالخفية دي. بصوا الورقة بتاعت الفطيرة هجيب لكم من جوه اهو كمان، بصوا ايديا خفيفة جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ على طول الوصفة ونسمي بسم الله ونقول ازاي اتعمل الفطير المشلتت الجامد جدا ده. يلا بينا على طول نخش على الفيديو ونقول اتعمل ازاي ونسمي بالرحمن. عندنا المكونات بتاعت الفطير، هعمل 2 كيلو دقيق، انت لو عايزة تجربيه اعملي على كيلو واحد 2 كيلو دقيق. عندي هنا معلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة من الملح ومية دافية للعجن، المية نص الدقيق، يعني انا هعمل 2 كيلو يبقى كيلو دقيق، كيلو مية اسفل، دي مية دافية يا جماعة هتدي نتيجة جامدة جدا للفطير. هنحط السكر والملح، مفيهوش اي افتكاسة ولا اي مقادير زيادة ولا اي حاجة خالص، هنحط السكر والملح على المية علشان ندوبه في الميه عشان ما يديش تغليظ في الدقيق نفسه وفي الفطيره اللي احنا هنعملها، لازم السكر تدوبيه كويس قوي في الميه، يعني ما تحطوش مباشر على الدقيق، هو السكر ناعم هيدوب بسرعه كده. دوبنا السكر والملح مع الميه، هنجيب بقى الدقيق بتاعنا، هنفتح بس فتحه في النص ومش هنزل بالميه كلها، هنزل بنص الكميه عشان طبعا الدقيق زي ما متعودين ممكن يكون دقيق فيه رطوبه فما يطلبش ميه كتير حسب نوع الدقيق اللي عندك، بس اهم حاجه تعجني بالميه دافيه عشان تدي نتيجه حلوه معاكي في الفطيره. هعجنها كويس قوي بالميه، دي العجينه بتاعتنا بعد ما عجنتها كويس جدا وبعد كده ريحتها لمده ساعه، هنزلها بقى على الرخامه عشان نبتدي نشتغل فيها كويس كده. نزلت العجينه كلها، هبتدي بقى اقطعها 4 ارباع عشان هعمل كل ربع فطيره، يعني ال 2 كيلو هيطلعوا معانا 4 فطاير حلوين. الربع كده وطلعه لوحده، لسه برضو هنقسمه لكور صغيرة عشان نشتغل بيها، هنلم العجينة كده
بصوا العجينة عشان مرتاحة فما بتلمش معايا تاني. هنقطع بقى الكور بتاعتنا، هعمل 10 كور كبار صغيرين. كل كورة هعملها كده عشان بس ما تقولش عليكم. ال10 هيبقوا فطيرة واحدة، هتطلع فطيرة متوسطة حلوة قوي. اهي الكورة كده هدخل. هنا عندنا الطاسة دي فيها الزبدة على سمنة الاتنين مع بعض، زبدة صفرة اللي هي القوالب العادية على سمنة بلدي، وخلطتهم على النار كده وسيحتهم مع بعض وهنشتغل بيهم على طول دلوقتي. الكور كورتها اهو، اهي الفطاير كورتها، كل فطيرة هتاخد 10 فطاير. عملت 6 صغيرين من دول و4 كبار عشان الاربعة كبار يلموا الصغيرين جواها. هنعمل ايه؟ هناخد كده من الطاسة من غير زيت ولا حاجة، يا دوبك بس الزيت انا حطيته تحت تحت الكور عشان ما يتزقوش في الرخام، مش عايزة زيت كتير فيه عشان ما يبقاش ناشف. هبتدي اعمل كده، بصوا من غير مجهود ولا اي حاجة خالص. هرققها شوية بس كده اهو، من ايدي تحت اليمين تحت والشمال فوق اهي، وهمسك كده. تعالي كده بس شوية سمين عشان تبقى واضحة، وهمسك كده وهفرد كده على الرخام اهو. معلش هقص على الصوت عشان واخدة دور برد جامد زي ما قلتلكوا اهو كده. مش هفردها اكتر من كده، مش عايزاها كبيرة اهو. تمام، هجيب صينية، هجيب الصينية اهي وهدهنها شوية من الزبدة والسمنة، وهمسك الفطيرة، همسك الفطيرة اللي احنا عملناها دي وهفردها في الصينية دي. مش هسوي فيها طبعا، الصينية دي مش هسوي فيها اهو كده لحد ما اخلص الطبق ال10 طبقات على بعض. تمام، هركنها على جنب وهجيب التانية صغيرة برضو زيها، هعمل كده في الزبدة والسمنة اهو. اهي بصي بتتفرد معاكي زي الفل عشان العجينة مرتاحة. هتقولي غلبة مش غلبة؟ لا، مشكلتك مش غلبة خالص، بالعكس هو ممتع جدا، وغير ان طعمه في الاخر هتاكلي حاجة كده بقى ايه، لوز. تمام، دي طريقة غير الطريقة اللي انا عملت بيها المشتت قبل كده على القناة. هجيب سمنة وهدهن بس بين كل واحدة اهو كده بإيديا، مش بفرشة ولا حاجة عشان طبعا كمية الفرشة تبقى قليلة، وانا عايزة زبدة وسمنة كويس جدا من جوه عشان تديني التوريقة بتاعت الفطير اهو. هحط على بعض وهدهن كده هي
السمنه والزبده دافيين عشان طبعا الجو شتا دلوقتي، فخليهم دافيين كويس عشان تقدري تشتغلي فيهم. من غير مجهود ولا اي حاجه خالص اهو كده اهي. امسك كده، وممكن ما تفرديش بالطريقه دي، ممكن تفردي بايدي كل الفطيره اللي احنا عايزينها، المقاس اللي احنا عايزينه. تمام اهي، وهنحطها على الفطيره اللي بعد كده. العشر فطاير هعملهم بنفس الطريقه عشان بس ما اطولش عليكي الفيديو. كده عندك قشطه، عندك زبده، عندك اي حاجه حطيها مع السمنه، وممكن تعمليها بسمنه بلدي خالص مش مشكله، يعني هتبقى طعمها تحفه احلى من كده بكتير طبعا. اهو كده، اهم حاجه دهنه الزبده اللي في النص دي علشان التوريقه بتاعتنا تبقى زي الفل. عملنا كده تلاتة، هعمل الرابعة. كده دي الفطيرة الأخيرة، عملت العشر فطاير وبينهم زبدة وسمنة. دي الفطيرة الأخيرة هعمل ايه فيها؟ بعمل كده بطولها شوية وبدخلها تحت العشر فطاير كلهم، بدخلهم فيها. تمام اهو كده، عشان هنقلها بعد كده على الصينية بتاعت الفرن وهفردها، بس هسيبها ترتاح برضو لمدة 10 دقايق كده عشان تاخد راحتها في الفرد لما اجي افردها. تمام اهو، اخر واحدة اهي، شدي، ولا شدينا كتير ولا عملنا مجهود ولا اي حاجه خالص اهو. والعجينه ما شاء الله ماشيه معانا زي الفل. هجيب بس العشره واحطهم كده جواها، جوا الفطيره نفسها. نقلي الفطيرة بتاعتنا اهي، بس طبعا لسه هتتفرد كويس جدا وهتتنقل طبعا في الصينية اللي احنا هنحطها في الفرن. هعمل ايه؟ هجيب الصينية اللي احنا هنسيبها بس 10 دقايق كده، وبعد كده هنقلها في الصينية التانية وهديها سمنة وزبدة من فوق كده علشان الوش يتحمر معانا ويبقى لونه جميل. كده هسيبها بقى 10 دقايق وبعد كده نرجع عشان نفردها وعلى الفرن على طول تتحط. كده الفطيرة بتاعتي بعد ما ارتاحت 10 دقايق حطيتها على الصينية اللي هدخلها الفرن. الفرن يا جماعة لازم تكون مظبوطة على درجة حرارة 200، او لو عندك في الفرن اعلى من 200 عليها. الفطير لازم يخش على درجة حرارة عالية جدا عشان هو مبياخدش وقت، هو رقيق جدا من فوق ومن تحت، فهياخد بس تحميرة من فوق ومن تحت ويستوي هيبقى كده زي الفل. لو حطيتيه على درجة حرارة واطية او متوسطة هينشف معاكي في الفرن وهيطلع فطير ناشف جدا. فدرجة الحرارة بتبقى عالية. بصوا العجينة ما شاء الله، الفطيرة بعد ما ارتاحت ماشية ما شاء الله عليهم. تمام اهو، خذي من جوه البطن علشان يبقى الاطراف وجوه متساوية وشبه بعض. تمام اهي، دهنت الصينية
من برضو الزبدة والسمنة اللي احنا عاملينه، ولا تعبنا ولا فردنا قوي على الرخامة، والرخامة بتاعتنا ما تفتش اهو، وفطيرة محترمة جدا. كمان الكاميرا مش مبينة الكوبري بتاعها، هي ما شاء الله كبيرة. بصوا اهي كده هوديها هحطها على في الفرن الحامية اللي انا زي ما قلت لكم لازم تكون فرن حامية جدا، وتكون سخنة قبليها قبل ما تدخلي عليها الفطيرة. هندخلها ونشوف بقى الشكل بتاعها النهائي بعد ما نخلص. بص بقى الجمال يا جماعة، بصوا لسه ما طلعتش من الفرن، هي جوه الفرن على فكرة، انا بصور لهم جوه الفرن اهو. طبعا انا ما عنديش صينية كبيرة قوي كده تشيل الحجم اللي هو ما شاء الله، بصوا ما شاء الله كبيرة. الكاميرا والله مش 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 مبينة الحجم كمان كويس، فحطيتها في الصينية بتاعت العشاء اللي هي الصينية الصغيرة بتاعت العشاء، حطيتها في الفرن اهو. بصوا الجمال بتاع الفطيرة، هي لسه طبعا ما استويتش، حبيت بس اوريكم هي في الفرن عامل ازاي. طول ما انا في جنب الفرن لازم الفها يمين وشمال عشان تاخد السوا من جميع النواحي. نخلص بقى السوا بتاع الفطيرة القمر دي واوريكم الشكل بتاعها النهائي عامل ازاي. بصوا بقى الفطير بعد ما خلصنا، بصوا الجمال شكله بيتكلم عن نفسه، التوريقه بتاعته بصوا بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا افتح اصلا الفطيره. بصوا جميل جدا من غير مجهود ومن غير اي تعب، عملنا فطير مشلتت حاجه كده نظيفه وجميله. يا رب يكون اعجابكم النهارده الفيديو بتاع النهارده، واستنوني في فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.